مبادرة كلنا واحد زي ما حضراتكم متابعين كل المراحل بتاعتها، لكن مع دخول المدارس واحنا شايفين الأسعار عاملة ازاي ومستلزمات المدارس، اللي عايز ينزل يشتري الشنط والجزم والشرابات والكشاكيل والكتب الخارجية، كل الكلام والاحتياجات بتاعة المدارس اللي أكيد ده عبء على يعني على الأسرة في الوقت وفي الظروف الاقتصادية دي. مبادرة كلنا واحد دلوقتي وفرت كل الحاجات اللي حضراتكم بتحتاجوها من خلال المبادرة بخصم أو بأسعار أقل توصل 30% عن الأسعار في الأماكن اللي بره. مش كده وبس، لكن هم كمان عاملين الاتفاقيات مع سلاسل يعني تجارية ومع أسماء يعني زي ما بيقول كده براندات، حاجات محترمة هتلاقوها داخل المبادرة، الحاجة فيها جودة كويسة بسعر كويس، مش حاجة تتقطع من أول شهر في المدارس للأولاد. بالإضافة طبعا زي ما حضراتكم عارفين إن مبادرة كلنا واحد مش بس للكلام ده لكن للسلع الغذائية، والفرق في الأسعار ممكن يوصل ل 50 و60% عن المحلات اللي بره والأماكن اللي بره من خلال المبادرة. على فكرة حتى لما تدخلوا أي هايبر كبير أو مكان كبير الأسعار فيه بتبقى غالية، هتلاقوا ركنة كده مكتوب فيها برضو كلمة كلنا واحد، يعني الحاجات دي تتبع المبادرة. المكان اللي فيه الجبن فيه حاجات بأسعار وفي حاجات تانية تلاقوا مكتوب عليها كلمة كلنا واحد، والاسعار هتلاقوها اقل بكتير، ودي جبنه بيضه ودي جبنه بيضه ودي كذا ودي كذا. فيعني اعتقد ان حضراتكم لو دخلتوا هتلاقوا كل السلاسل والمنافذ على السايت او الموقع الخاص بوزاره الداخليه كاتبين فيه كل الفروع عشان تشوفوا اقرب حاجه ليكم ايه وتقدروا تستفادوا منها.